بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نحل مسألة على الجزء ده اللي هي بتدخل شابتر 1 مع شابتر 2، ودي بتبقى فكرة ممكن تيجي في الامتحان قوي، لأن الراجل عايز يجيب مسألة واحدة تجمع ما بين شابتر 1 وشابتر 2. هو هنا بيقول لي إن اللي قدامي دي رينج in the following ring، تمام؟ بيقول إن الراديوس بتاعها ب 4 سنتيمتر، بيقول ان الريزيستنس بتاعت كل نص 6 اوم، يعني دي 6 اوم ودي اللي على جنب دي 6 اوم، وعايز مين؟ عايز البي توتال مره والكي اوبن ومره والكي كلوز. ابص على الرسمه هلاقي ان الكي اوبن الحته دي ملغيه اللي فيها الكي دي، فالكرنت هيمشي ازاي؟ هيمشي كده 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 كده، وهيخش كله ايه؟ في النص ده، وبعدين يخش ايه؟ يكمل كده، وبالتالي بقدر اجيب الكرنت. يبقى اي بتساوي اي مساله فيها باتري زي ما اتفقنا، هو مدي الفي بي ب 12، ار الصغيره بواحد، وار بكام؟ بستة، عشان كل نص بستة، تطلع 12 على كام؟ على 7، 12 على 7 امبير. وبعدين عايز اجيب البي، هسأل نفسي سؤال، الشكل اللي قدامي ده ايه؟ واضح ان هو سيركل كويل، فيبقى القانون بتاعه مونيتور، يعني 4 باي تايمز 10 بور نيجاتيف 7، اللي هي الميو، الان واضح ان هي قد ايه؟ ها، نص لفه او نص سايكل. الكرنت انا لسه جايبه ب 12 على 7 على 2 في الراديوس، هو قال لي الراديوس فوق ب 4 سنتيمتر، يبقى 4 تايمز 10 ايه؟ باور نيجاتيف 2، تطلع ايه؟ كذا تسلا. كده انا جبت البي في حاله الاوبن. اما بقى في حاله الكلوزد، لما الكرنت ايه؟ تخيل معايا ان هو رسم لي ريكتانجل كده، حط لي في النص في نقطة ام في النص بالظبط كده، وقال لي ان من هنا داخل 3 امبير وخارجين من هنا، ودي مثلا اسمها 2 ال، ها، ودي ال ودي ال ودي 2 ال، وقال لي ايه؟ فايند بي توتال، فايند بي توتال ات ام. تعالوا نشوف مع بعض يا جماعه ايه اللي هيحصل والدنيا هتمشي ازاي. 3 امبير داخلين، هيجي هنا يحصل لهم ايه؟ 3 امبير يحصل لهم برانش. طيب الكارنت هيجمع فين؟ هيجمع هنا. طب كده في جزء هيخش في 2 ال، والجزء الثاني هيمشي في كام؟ ها، في ال و2 ال، ها، و ال، يعني 4 ال. يعني كانك عندك 3 امبير داخلين على 4 ال و2 ال. ايوه، ال 4 ال قد ال 2 ال مرتين. خلاص، يبقى الكرنت هنا اكيد هنقسم الكرنت ايه؟ عكس الريزيستنس. يبقى هنا 2 امبير وهنا كام؟ 1 امبير، 1 امبير، ها، 1 امبير. يبقى الكرنت مشي كده 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 اهو.
طيب عايزين نعرف الفيلد عامل ازاي. دول اربع اسلاك، فبنطبق قاعده امبير رايت هاند رول على كل واير. مثلا على الواير مثلا لو سميناها دي اي بي سي دي عشان تعرفوا انا بتكلم على ايه. هنطبق امبير رايت هاند رول على ايه؟ على الواير اي بي. خلي الثمب مع الكرنت، هيطلع الفيلد هنا دوت بره، انا ما يهمنيش بره، يهمني عند نقطه ام يبقى اكس. طيب ابلاي امبير رايت هاند رول على بي سي، هيطلع برده الفيلد جوه اكس. طب ابلاي على سي دي هيطلع اكس. طب ابلاي على اي دي هيطلع دوت. ده معناه ان البي توتال عند نقطه ام جوه بتساوي ها بي 1 بلس بي 2 بلس بي 3 ماينس بي 4. ليه؟ لان احنا قلنا بنجمع كل اللي زي بعض ونعمل ماينس للاي الغريب. طيب القانون ايه؟ مش دول ستريت واير، يبقى ايام تو بيد. كلام جميل. طب ما ناخد ميو على 2 باي كومن، لان هي موجوده في كل القوانين. ونتكلم بقى على الاي على الدي. مين الكرنت اللي هنا؟ 1 امبير. مين الديستنس؟ ركز معايا، انا عايز الديستنس ما بين الواير ده والبوينت دي. انا عايز الحته اللي انا برسمها دي. طب ما دي كلها 2 ال، يبقى دي قد ايه؟ ها ايوه نصها ال، يبقى 1 على ال بلس. مين الكرنت اللي ماشي هنا؟ ها 1 امبير. انا عايز المسافه دي. طب ما دي كلها ال، يبقى دي قد ايه؟ نص ال. طيب الكرنت اللي هنا بكام؟ ها 1 امبير. عايز المسافه دي، دي قد ايه؟ نص 2 ال، يبقى كانها كام؟ ال. ها ماينس الكرنت تحت ماشي بكام؟ ها 2 امبير. طب عايز المسافه دي، ما احنا بنشتغل الدي دي اللي هي بعد النقطه، ها بعد الواير عن النقطه، قد ايه؟ نص ال. طيب ايكوال ها ميو على 2 باي، هنا بقى هتبقى 1 على ال بلس تحت اللي تحت يطلع فوق، يعني كانها ها 2 على ال بلس 1 على ال ماينس تحت تحت يطلع فوق، يعني كانها كام؟ ها 4 على ال. 1 على ال و2 على ال و1 على ال كام؟ 4 على ال. ماينس 4 على ال يعني كام؟ ها 0 تسلا. وبالتالي يبقى كده احنا ايه؟ لقينا ان ايه عند نقطة ام ها البي الماجنتيك فلكس دينستي ايكوال 0. يعني ايه بقى الماجنتيك فلكس دينستي ايكوال 0؟ احنا قلنا يعني ايه اصلا ماجنتيك فلكس دينستي؟ عدد الخطوط اللي بتعدي بيربنديكولر على اريا معينه. طب معنى ان هي تطلع بزيرو يعني مفيش ولا خط معدي عند البوينت دي. يعني لو حطينا كومباس عند البوينت دي نال ديفليكت، مش هتنحرف. ده معناه ايه؟ النقطه دي اسمها ايه اللي ما عندهاش ولا خط؟ ها اسمها نيوترال بوينت. وده الدرس اللي جاي هنتكلم عن النيوترال بوينت. النيوترال بوينت دي نقطه ما عندهاش ولا خط فيلد خالص.